السلام عليكم. اتصلت بجريدة جريدة تونسية اليوم الصباح، قالوا يسترق بالله بالمجد انت دخلت في حزب الوطن الحر مع سي سليم الرياحي ومع دراشكون وبسيس ودراشكون. قلت له هذه راهي خرجت الخبر هذه في صفحات تابعة نعرف شكون البارح في الليل، وهذا دليل. البارح حطيت فيديو كنت نقول وقت بن علي وقت نحطها في عرق لساء يتوجعوا يبداو يخرجوا في الدعايات. هي خاطي شنو جوابك على هذا؟ قلت له احتقر الفقراء. كانت حاب تعرف صحيح انا راني قاعد نحكي مع اريال شارون وهو في القمار، ونحكي مع بن علي في السعوديه باش ندخل الحزب اللي يقود وحطها طارق المكي صح والفاهم يفهم. ايها الفقراء، ضربتوا في الناس سياتيك باش نزيدكم الليله، والثوره يلزمها تعاود تقوم لانكم انتم ظهرتوا خلفاء لبن علي، خلفاء أحرار، خلفاء صادقين في سرقة الشعب التونسي، في كذب على الشعب التونسي، وفي تجويع الشعب التونسي. وما نخفيش عليكم، اليوم الصباح كي الناس كل نعمل قهوة، عرضني واحد قال لي يحكي هكا مع جماعة السق، قال لي ليه سي طارق والله البارح سمعت الفيديو نتاعك، والله مروان مبروك ما سرقش، إلى بروفيتي. قلت إلى بروفيتي، هذه اللغة اللي سايرة عند البرجوازية التونسية. ش معناتها لا بروفيتي؟ معناتها واحد كيسرق عجلة نتاع تراكتور نحكموه، واللي عنده مليار يردهم عشرة إلى بروفيتي. في الآخر قال لي والله إن شاء الله وربي معنا. لا قلت له مش ربي معنا، ربي مع العقلية الأمريكانية. كي يبدأ عندك 100 مليار وتسرق مليار تدخل الحبس. مادام عندنا عقلية إلى بروفيتي وهذاك والله باهي ونمشيو بالعاطفة، ربي موش معنا، يولي معنا كي نطبقوا الشرع اللي كتبه ربي. السارق يعاقب. فما مثل فرنساوي للناس هذوما اللي عاملين فسهم، والله لا بروفيتي نو اي ني با مال، سولي كي فول ان اوف فول ان بوف، تعلموه. وعلى دول والله درت خواتري مشيت مع جماعه هزوني الريستورون. اي سيدي ميساج، انا نستعرض نفسي من الحمد لله ربي، معناتها فما بنعمه ربي في حد. نمشي الريستورون مره مرتين في الجنة، اللي سيرفي نحبه، وانا جماعه اللي نمشي لهم اللي كنت قبل نمشي لهم قبل السياسه، يكلمني طارق من غير غوندوات. قلت له بربي كيلو الحمد قداش؟ قال لي يا اخي انت توا والله ولدي وريني ساعه ساعه، اما انا مش متفاهم انا وياك. نقول له طارق المكي منافق. قلوا عليه، قال لي ما تكلمش على الزواول اللي تعرفهم انت مخلط الزواول. قال لي والله كيلو اللحم ما نعرف سمو. قال لي اخر مره كليت اللحم في العيد الكبير، قال لي عندي 4 قشاش، احكي لي على حاجه نقدر عليها. قلت له كيفاش تقدر عليها؟ قال لي نعطيك حاجه سهله. اي سيدي، قال لي خذ قلم ورق. قلت والله نقولها في فيديو، واللي باش نقوله هو هذا على لسان الشعب. كيلو فلفل 2500، كيلو طماطم دينار 800، بطاطا بدينار. هذوما قال لي الاربعه من الناس راهو يحبوا يتعشاو هذا كضرب. حار عظم 600، قال لي كعبتين باجيت حطهم، مش وكاله ياسر ما تعرفنا، قال لي احنا زواو ولا ناكلوا باجيت. حط يا سيدي كيفك انت ولد المنزه، اشتر باجيت وحط لي 300 زيت قليل. قال لي فوق 7000. اسميك في تونس بقداش؟ قال لي اللي عنده كيفي انا زوز اولاد وامه، قال لي لازم تحط في دماغك ما عنديش القدره باش ناكل دينار، نشري دينار حليب وايترا، ولا باش نشري كعبه يغر 300 كل نهار كلهم يضربوا فيه في الببليسيتي في التلفز. قال لي حط في بالك تنجدني على كيلو اللحم سي طارق، راهو 10% اللي شبهوا لك في تونس هما اللي يشرفوا اللحم، احنا اللحم نسيناه. هي قلت له النهض، قال لي كذبوا علينا، قال لي صوتنا، قال لي كذب، قربونا من ربي وبعدونا على شهوات الدنيا الكل، وربي قال لك الدنيا هذه لازمكم تمحوا بها وتتمتعوا بها. قل اذا شو نقول لجماعه النهضة؟ كذبتوا على الشعب، غليتوا عليه الخبز باللغه الدارجه. بن علي جوعوا وانتم بتزيدوا تجوعوا، استناوا الثوره، وبن علي خذ الطياره وهرب وانتم راكم قاعدين في تونس. يا كذبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.